السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيد بلقائكم في حلقة جديدة. اليوم سوف نتعرف على طريقة إنشاء صفحة احترافية. بعد أن رأينا طريقة إنشاء صفحة HTML من عنوان وفقرات وقائمة إلى غير ذلك وروابط، الآن سوف نقوم بإنشاء صفحة احترافية. الطريقة جد بسيطة وسهلة، يجب اتباع فقط الخطوات التي سوف نقوم بها اليوم. أول شيء لدينا هنا صفحة الـ HTML، هنا قمنا بإضافة صورة وهي عبارة عن لوجو خاص بالموقع. سوف نقوم بإنشاء صفحة HTML جديدة وسوف نسميها هوم، وفي النهاية نقارنها مع صفحتنا الأولى ونرى الفرق. سوف نقوم بتعديل عليها، لديها نفس الكود، انظروا الكود متطابق. نقوم بفتحها على المتصفح، انظروا نفس الصفحة. سوف نشتغل اليوم على صفحة الهوم لنرى ماذا يمكننا أن نفعل بهذه الصفحة. أول شيء لتنظيم صفحة الـ HTML يجب تقسيمها إلى عدة أقسام، مثلا نأخذ في الأعلى هذا الحيز ونطلق عليه اسم الهيدر أي الرأس، بعد ذلك نقوم بأخذ الوسط ونسميها الكونتنت أي الوسط، وبعد ذلك نقوم بأخذ هذا الحيز الموجود في الأسفل ونسميه الفوتر أي أسفل الصفحة. وتوجد هنا بعض المواقع التي تستعمل على اليسار أو على اليمين كولونز أي العمود على اليمين أو على اليسار حسب الموقع. لنبدأ الآن بالتطبيق ونرى. أول شيء نقوم بإنشاء ديف، الطاق الخاصة بالديف، وتكون بعد البادي اي دي يساوي كونتينر، ثم نقوم بالذهاب الى اسفل الصفحة، وقبل اغلاق انظروا يجب ان نغلق البادي، لم نقم باغلاقها، ثم نغلق الديف. انظروا هذا هو الشكل، نقوم بالضغط على Ctrl S ونرى لم يحدث أي تغيير. نذهب إلى CSS ونقوم بإعطاء الكونتينر بعض القيم مثل العرض، هنا نكتب الويد 960 بيكسل، وهنا نضيف خاصية المارجن مارجن 0 أوتو حتى تكون الجوانب متساوية. نقوم بريفريش للصفحة ونرى، انظروا كيف تغير شكل الصفحة، بدأت تظهر الصفحة بشكل جيد. نقوم بمسح أو بحذف هذه الكتابة في الأسفل، بعد ذلك نضغط على Ctrl S، انظروا كيف أصبح شكل الصفحة. الآن نذهب لنقوم بإنشاء طاق جديد وهو الهيدر، ديف خاص بالهيدر ID يساوي هيدر، ثم نقوم بإغلاقها، بعد ذلك نقوم بإضافة صورة ام جي، الطاقة الخاصة بالصورة وهي الاي ام جي، ثم سورس اي المصدر، ثم نكتب اسم الصورة لوجو فيرست تيتو جي بينج، ثم نقوم بإغلاق الطاقة. هنا نعطي خاصية الطول والعرض للصورة، وإن لم نعطيها فإنها تأخذ القيم الحقيقية للصورة، مثلا نأخذ 100 بيكسل، والطول نأخذ نفس الشيء،
مئة بيكسل. لنرى ماذا سوف يحدث الآن. انظروا إلى الصورة، انظروا إلى الصورة كيف ظهرت بشكل جيد. الآن نريد أن نقوم بإضافة مساحة ما بين الصورة وأعلى الصفحة حتى تظهر بشكل متناسق. نقوم بإضافة تاج الهيدر، نقوم بإضافة السياسات الخاصة بالهيدر، مثلا نعطيه مارجن توب أي الأعلى، مثلا 20 بكسل. نقوم بأكتياليزي، انظروا. الآن نقوم بتهيئة القائمة، مثلا نضيف بعض العناوين. انظروا إلى القائمة، نقوم بديف ايدي يساوي ماني، ثم نقوم بإغلاقها هنا. ديف لحظة، نقوم بمسح هذا العنوان، ثم أخذ هذا العنوان أسفل القائمة. نريد أن تكون الصفحة منظمة بشكل جيد. هذه الديف الخاصة بالهيدر، وهذه الديف الخاصة بالكونتينر كونتينر، وهذه التاج الخاصة بالبادي. هنا توجد التاج الخاصة بالهيدر من أجل التنظيم. انظروا، عندما تكون الصفحة منظمة تكون سهلة القراءة. هنا التاج الخاصة بالـ HTML والهيدر، ثم التايتل، ثم البادي. انظروا، الآن لنقوم بجعل القائمة على شكل روابط أشرف تساوي نعم، نقوم بتكرارها. نقوم مثلا بإضافة عنوانين، تقديم صور ثم فيديو، تقديم صور فيديو. انظروا، أصبحت لدينا هنا 5 عناصر في القائمة. نقوم بكنترول اس للحفظ. انظروا كيف أصبح الموقع. الآن يجب أن نقوم بوضع هذه القائمة بشكل أفقي وليس عمودي. انظروا ماذا سوف نستعمل. نقوم بكتابة اي اي العنصر، ثم float، ثم نكتب float left اي على اليسار، كنترول اس. انظروا كيف أصبحت القائمة. الآن سوف نقوم بتكبير الخط لتظهر بشكل جيد. فونت سايز 20 بكسل. انظروا أصبحت الكتابة كبيرة. ثم ديسبلاي بلوك لكي تختفي الأيقونات. انظروا قد تم اختفاء الدوائر. الآن سوف نعطي العرض،
ويد 150 بيكسل لكل عنصر. انظروا لحظة، يجب أن نقوم بتعديل الصفحة ونضع مثلا بأغ، أي أنزو إلى الصدر. انظروا كيف أصبحت الصفحة التي نشتغل عليها إنها تظهر بشكل جيد. نقوم الآن بتحسين المظهر، نقوم هنا بإضافة، نقوم بجعل الكتابة في الوسط، تكست ألاين إيجال سنتر. انظروا كيف أصبحت خط على يسار القائمة، بوردر ليفت سوليد 1 بيكسل، وهذا اللون الخط. كنترول اس، انظروا كيف أصبحت القائمة، أصبحت تظهر بشكل جيد وكأنه موقع. الآن نذهب لنرى الفوتر، أي أسفل الصفحة. نقوم بإضافة ديف آخر، ID يساوي فوتر. نغلق الديف ثم نكتب الجملة الشهيرة جميع الحقوق محفوظة، ونضعها وسط فقرة. نضغط على ريفريش، انظر كيف ظهرت، لكن نريد أن تكون في الأسفل وفي الوسط وليس مثل هذا الشكل. كيف نقوم بذلك؟ نقوم بكتابة فوتر ثم نفتح الأقواس، نقوم بإضافة الطول والعرض وكذلك خاصية النص. انظروا وايد 100%، أي العرض سوف يأخذ 100%، الطول سوف يأخذ 40 بيكسل، والنص سوف يستقيم إلى الوسط. انظروا، لكن نريد النص أن يظهر باللون الأسود، لذلك سوف نستعمل هذه السياسات القديمة بلاك، بعدين باكجراوند، ثم نأخذ الاسم ID يساوي كنترول اس للحفظ. انظروا كيف اصبحت، نقوم ببعض التعديلات حتى تظهر الصفحة بشكل جيد. مثلا نقوم بتكبير الهيدر قليلا حتى يصبح بشكل جيد، ونقوم بوضع المساحات اسفل القائمة. لحظة، أين هي خاصية الهيدر؟ الهيدر، انظروا مارجن توب، كنترول سي، ثم نكتب مارجن بوتوم، أي الأسفل، بوتوم 20 بيكسل. انظروا نريد أكثر، مثلا 40 بيكسل. انظروا جيد. الآن نريد مساحة ما بين القائمة والعنوان الأول، أين هي خاصية الموني بعد الهيدر؟ نقوم باستعمال الموني ونعطيه تساوي نقطتان، مثلا 60 بيكسل، 60 بيكسل. كنترول اس، انظروا الآن أصبحت القائمة بشكل جيد، هذا العنوان، هذا اللوجو، وهذه القائمة، وهذا العنوان، وهذه الفقرة، وهذا أسفل الصفحة.
لنرى الآن الصفحة الأولى التي قمنا بإنشائها والصفحة الثانية التي قمنا بإنشائها اليوم. إن كما ترون الفرق جد واضح، كل ما عليك هو استخدام بعض تقنيات CSS لكي تصبح الصفحة تظهر بشكل احترافي وجميل. أتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.